اسبانيا تقلق في الحصه نتاعنا اليوم ونستقبلوا اخر ضيف معنا اليوم لاعب المنتخب الوطني التونسي لكره اليد وثاني افضل ظهير في اوروبا اللاعب الدوري التونسي امين بنور. امين اهلا بك. مرحبا بك اسلام، مرحبا بجميع المستمعين. دونك امين، دونك نحيوك على التتويج نتاعك اخويا، مبروك وشرفت التوانسه الكل. عايشك الحمد لله، هذا التوفيق من عند ربي والحمد لله. معناتها دوزيام اريير دروا في الاوروب، بالنسبه لي يخليني نزيد نخدم على روحي وان شاء الله العام الجاي نقلعوا البلاصه الاولى ان شاء الله كيما نقول. المنافسه كانت كبيره برشا امين، مع ملاعبيه كبار في اوروبا كيما بورت، كيما دوتشيبايف، كيما ماكيدا، اسامي كبيره نلقاو تونسي في وسطهم ويجي حتى قبلهم الملاعبيه هذو. نعرفوا احسن ظهير خذاه دوتشيبايف، وما تظهر لي يعني لك حاجه كبيره حاجه كيما هكا امين. ولا صحيح، ما يكون شرف ليا وشرف للتوانسه الكل والبلدان العربيه الكل. العربي الوحيد اللي موجود في قائمه 50 احسن لاعب في اوروبا. البلاصه الاولى هو هرب عليا، معناتها حكايه 200 صوت، هو جاب 6600 وانا جبت 6400 حاجه كيما هكا، حصيله 2.3%. مش كيف هكا، نشكر الناس التوانسه الكل والعباد الكل اللي بوتي ولمين بدور وما هو الا شرف وبعيد للرياضه في تونس وكره اليد في تونس بصفه عامه. هو انك تكون في الخمسه هذو ظهر لي في حد ذاته تتويج، باقي التصويت نتاع الجمهور يحكم تكون بلاد نتاعو وفيها اكثر عباد، برشا حاجات اخرين يتحكموا في التصويت امين. لكن كما قلت لك ظهر لي مشجع حتى للمستقبل، هذه مستقبلك وين امين؟ ان شاء الله نشوفوك العام الجاي باش تكمل في رومانيا، كيفاش بالضبط؟ نتصور في العروض كثرت المده هذه، نتصور بالبرفورمانس هذه اللي حققت. والله صحيح جاو برشا عروض، اما انا مازلت مع النادي نتاعي دينامو بوكاريست، مازال عقد بعام وواحد يكمل عام وبعد اللي في الخير ربي يسهل فيه. اما تصور اكثر هي معناتها باش نقعد في دينامو بوكاريست بحكم عائلتي وولدي يقراوني ومع كمال، وزاد كمال علويني صح عمين دونك باش يقعد. انا نصور روحي معناتها باش نقعد في رومانيا. منين قلت عندك جاوك عروض؟ اعطيني فما جمعيات كبار، فما حاجه باهيه جاتك؟ والله جاي ما نجمش ننتمي لك اسلام، احتراماتي في الجمعيات اللي تسميهم ما نجمش نسميهم شكون، وتو شويه وقت نقول لك عليهم. امين، لو كان خرجت بكري شويه من الكلوب كانت تنجم مسيره تمشي منحى واحد اخر اكثر من هكا؟ كيفاش ما فهمتكش؟ لو كان خرجت بكري شويه لاوروبا من الكلوب، معناتها انت تقريبا الناس الكل اجمعوا من احسن ما جابت كره اليد التونسيه عموما وفي المركز هذاك خصوصا، معناها لو كان خرجت قبل شويه كانت تنجم مسيره تكون افضل برشا معناها. والله خرجت في وقت باهي، معناتها ما خرجت في وقت عمري 26 سنه، معناتها اصغر شويه ليه؟ خذيت اكسبيريونس كامله من النادي الافريقي ومش نجم نلعب في الاوروب لو نيفو، تعرف السير موني راه لو نيفو، معناتها يقول لك انا وصلنا نلعب ثلاثه ماتشات في الجمعه نيفو قوي برشا، فهمتني؟ نصور معناتها انا خذيت اكسبيريونس كامله من النادي الافريقي، وقت النادي الافريقي في الوقت هذاك من 2014 و2015 و2016 كنا مسيطرين في تونس، فهمتني؟ وبعد كيف ناسيونال مع الاكسبيريونس باش معناتها كيما نقولوا حضرت روحي باش نجم نلعب في لو نيفو، فهمتني؟ الخطط نتاعك المستقبليه امين، تكمل في اوروبا، فما امكانيه العوده للكلوب؟ بور لو مومون الكلوب لا، معناتها ما واحد ان شاء الله يجي نهار ويرجع يكور في جمعيته. نتصور باش نقعد في الاوروب رغم اللي جاوني برشا عروض، معناتها برشا كيما نقولوا برشا فلوس في الخليج، واحد مخير معناتها نقعد في دينامو. واحد لازم يكمل سنتين ثلاث سنين اربع سنين في يقعد يلعب في لو نيفو باش من بعد ينجم يلعب في الخليج ونجم يلعب وين يحب. بالضبط، يعطيك الصحة، شكرا لك أمين بنو، مزيمة التألق والتوفيق إن شاء الله في أوروبا. دونك هكا نوصلوا لنهاية زون ميكس اليوم، تقريبا كان معنا في الساعة ونص الأولين تقريبا اللاعب السابق أو اللاعب كريم العواضي، اللاعب السابق من كلوب لاسبيرونس إتوال والسي إس إس الملعب التونسي،
ثم استقبلنا سامي ابو سعد حكينا على منع ان ديسفيرس من تيتاب، وكمان الحصة امين بان اوروبا تتويج وتالق في اوروبا باختياره افضل ثاني ظهيره في اوروبا. غالي حاجه مثيره وتشرف التوانسه الكل. دونك نتقابلوا نحن السبت الجاي في موعد جديد من زون ميكس من الاربعاء حتى من 3 حتى 15.